أنا لست مني إن أتيت ولم أصل، أنا لست مني إن نطقت ولم أقل. أنا من تقول له الحروف الغامضات: اكتب تكن واقرأ تجد، وإذا أردت القول فافعل، يتحد ضدك في المعنى وباطنك الشفيف هو القصيد. تماهيا مع ذاكره محمود درويش في ذكرى مولده كرمز للثقافه الفلسطينيه تتواصل الفعاليات الثقافيه في ارجاء فلسطين على هامشها نستضيف في الذاكره حياه الشاعر والاكاديمي استاذ الفلسفه والدراسات الثقافيه في جامعه بيرزيت الدكتور عبد الرحيم الشيخ دكتور اهلا بك ضيفا على الذاكره حياه اهلا بكم بحكم انكم شاعر وانكم استاذ للفلسفه لدينا قامتان عاليتان شاهقتان اسمح لي أن أبدأ حولهما الحوار وهما محمود درويش وإدوارد سعيد هذه المقطع النصي من قصيدة الجدارية أكتب تكن وقرأ تجد وإذا أردت القول فافعل ربما هذه تحيلنا إلى مقولة إدوارد سعيد عن المثقف الرسولي ربما هذه تختصر فكرة إدوار سعيد عن المثقف الرسولي هذا المثقف يعني الفاعل في مجتمعه الناقد البناء كم مساحته لدينا كم يحتل في مساحة المشهد الفلسطيني نعم يعني البدء بإدوار سعيد ومحمود درويش هو بدء موفق باعتقادي للحديث عن مهمة المثقف وكلا القامتين إدوارد سعيد ومحمود درويش مثل المثقف الذي يشتهيه ولعل المثقف الذي يشتهيه ادوارد سعيد كان المثقف العام وليس بالضروره الرسولي بمعنى المثقف الذي يقدم الاجابات ويشارك في صنع الحلول ويشارك في صنع الخلاص وليس بالضروره من ينظر للخلاص في الحاله الفلسطينيه سواء كان محمود درويش او ادوارد سعيد انخرط كل من ادوارد سعيد ومحمود درويش في العمل الوطني الفلسطيني على المستوى السياسي من ناحيه ولكن ايضا على الثقافة بوصف بوصفها ممارسة سياسية. المثقف المشتهى في الحالة الفلسطينية والمثقف المقاوم العضوي المثقف المقاوم العضوي العضوي ما الاختلاف بين الرسولي <applause> والعضوي بين جرامشي والسعيد؟ نعم أليس هو نفس الدور لكلاهما؟ هو الذي يمسح الغبار عن عن المناطق المنسية على حد تعبير ادوارد سعيد او صحيح. عن الم... الذي لا يسكت عن المسكوت المشاكس ال... نعم. النقدي ال... حقيقه إن هناك التباس كبير في الحديث عن المثقف الكل يسال اين المثقفين واين دور المثقفين ومن هو المثقف وهذا السؤال الذي دائما ما نتمازح فيه انا به انا والصديق فيصل دراج ان الصحفي الذي يسال عن المثقف يربك المثقف المسؤول ولكن انا باعتقادي ان السؤال ما قبل المثقف تاتي الثقافه والثقافة في ذهن العامة وفي ذهن الخاصة أيضا هي المنتج الثقافي بهذا المعنى أدوار سيد محمود درويش كانا منشغلين بهذا المنتج الثقافي ولكن الثقافة فيها أكثر من ذلك الثقافة هي منتجات ثقافية أو منتوج ثقافي وممارسة ثقافية وسياسات ثقافية المثقف المشتهى فلسطينيا ينبغي ان يكون المثقف المنخرط في مساحه المقاومه على المستويات الثلاث، على مستوى الانتاج الثقافي بان يكون انتاجه الثقافي غير مطبوع وغير مردود ثقافيا بالتغيرات السياسيه، وهنا انا اقصد الحدث المركزي والاساس تحولات الثقافيه الاساسيه التي حصلت على الفكره الفلسطينيه بوصفها فكره الحركه الوطنيه الفلسطينيه حركة التحرر الوطني الفلسطيني المقاومة لمشروع الاحتلال الاستعماري الصهيوني وبالتالي الاشتغال في هذه المساحة على صعيد الانتاج في في المستوى الثاني او مستوى الممارسة السياسية ان يعني تنطبق ممارسات المثقف في وظيفته في انتمائه السياسي في انتمائه الثقافي مع ما ينظر له من الناحية الأخرى وبالتالي لا نجد مثقفا منفصما لا لا يتوافق نتاجه الفكري مع ممارساته السياسيه، وعلى المستوى الثالث وربما الاهم ان يقف المثقف في خانه المزعج والمشاكس والمعارض او ما وصف في الثقافه الاغريقيه بالبعوضه التي تزعج الحصان، تزعج النظام، بمعنى ان يقف في وجه السياسات التي تحول دون ان تحقق الثقافه مهمتها الاساسيه وهي الخلاص الوطني في الحاله الفلسطينيه الثقافه الوطنيه تعني كل ما يسهم في خلاص الشعب الفلسطيني بكافه مكوناته الديموغرافيه والثقافيه والجغرافيه من بلائه الاول وهو الاحتلال الصهيوني الاستعماري نشرت في مجله الدراسات الفلسطينيه دراسه عن تحولات البطوله في الخطاب الثقافي الفلسطيني والبطل الذي مل من دوره على حد قول محمود درويش ورايتم ان سنه 1999 كانت يعني النقله لمحمود درويش و وتبعه في هذه النقله الجيل الفلسطيني الصاعد من من الشعراء وكان في هذه النقله انحياز يعني الى الشعر الصافي الى الهامشي الى البعد الانساني في القصيده. هذه النقله او اتباع هذا الجيل لمحمود درويش هل هل كان من قبيل يعني اتباع الجيل الى امام شعريتهم الفلسطينيه ام كان هنالك ظروف موضوعيه ومنطقيه هي التي مهدت لهذه النقله الشعريه في الشعريه الفلسطينيه التي عرفتها خصوصا بعد اوسلو؟ طبعا هذا سؤال مربك وبلغه الكلاشيهات الاعلاميه ملغوم لانه يمكن ان يقودنا الى اجتزاء المقوله، هذه المقوله جاءت في حواريه مع الشاعر الراحل محمود درويش في بيت الشاعر الفلسطيني على ما اعتقد عندما سال الجمع لو صحونا على صباح لم نجد فيه الاحتلال عم ماذا نكتب, نكتب لو انتهى الاحتلال هذا سؤال فرضي لن أقوم بنقاشه الآن لأنه لم يتم التوصل إلى سؤال إلى إجابة عليه في حينه ولكن محمود درويش محمود درويش كان حذرا في أن يساء تفسير مقولته كما هو شائع وكما حصل فعلا بأن أسيء تفسير هذه المقولة بأنها دعوة إلى تفكيك البطل العسكري في حين أن محمود درويش كان يتحدث عن البطل الجمالي وهناك فرق بين البطل العسكري بين والبطل طبعًا. الجمالي إذا نحن نتحدث عن تصوير الفكرة الفلسطينية وعن الفكره الفلسطينيه نفسها ونتحدث عن القضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه لم تحل ولم تنتهي حتى نفكك البطل العسكري بغض النظر عن الخلافات السياسيه التي يقول بها المثقفون ويقول بها الساسه تحديدا حول فشل او عدم فشل خيار الكفاح المسلح الخيار الذي اقره اقرته الشرعيه الدوليه والشرعيه الانسانيه واقره الميثاق الوطني الفلسطيني، السؤال ليس هنا، السؤال هو عن وضع سياق أو البحث عن السياق لمقولة محمود درويش والتي باعتقادي كان يرد فيها بشكل أو بآخر على مقولات بريخت عندما كتب عن جليل وهذا الرجل العالم الذي تراجع عن مقولاته في العلم عندما صحح مقولة بين قوسين الكنيسة ومقولة الكتب المقدسة حول حقائق علمية كدوران الأرض حول الشمس أو حول نفسها وعندما أجبر من قبل محاكم التفتيش على تغيير مقولته خضع لذلك مؤقتا حتى ينجز كتابا اخر، فعاتبه تلميذه اندريا بانه تعيسه بلاد لا ابطال فيها، فاجابه تعيسه بلاد بحاجه الى ابطال، بمعنى هذه مقوله على ما اذكر مثقف فلسطيني نبيل الاستاذ عفيف صافيه الشعوب السعيده ليس لها تاريخ، بما اننا لسنا شعبا سعيدا الا بكوننا فلسطينيين، نحن شعب مبتلى بالاحتلال، بالاستعمار الاستيطاني الصهيوني. البطوله لها سياق ولها حاجه، ثمة حاجه الى بطل عسكري لم تنتهي مهمته ولن تنتهي حتى تحرير فلسطين، تحرير الارض والانسان والثقافه. بما ان هذا لم ينتهي اذا محمود درويش حتى لو لم نقرا التحرز الذي اضافه محمود درويش في تلك المقابله انه يرجو الا يفهم هذا ان يخرج هذا عن عن سياقه، نقول ان ما تحدث عنه محمود درويش هو البطل الجمالي البطل العسكري البطل العسكري لم يناقشه محمود درويش في تلك المقوله لا هو السؤال في نطاق هذا البطل الجمالي هل كان اتباعا من جيل لمحمود درويش النموذج والسقف الاعلى نعم. ام ان الحاله الراهنه تستدعي ان تغير القصيده ادواتها نعم انا باعتقادي أن هناك يعني لا يمكن لجراح جمالي ان يبتكر وسيله لفصل الإنسان عن إنسانيته، الإنسان هو إنسانيته فلا أعتقد أن ثمة إمكانية لفصل البنية الجمالية للقصيدة عن الواقع الذي ينتج هذه القصيدة وربما أشرت في البداية لا أذكر جدارية أو حالة حصار محمود درويش في حالة حصار هناك مقطع يتحدث فيه عن الخسائر الفلسطينية بأنها عدد من الشهداء لا أريد و وعشرة من الجرحى و 20 زيتونه والخلل البنيوي الذي اصاب القصيده واللوحه الناقصه، القصيده والمسرحيه واللوحه الناقصه، ما هو هذا الخلل البنيوي الذي اصاب القصيده والمسرحيه واللوحه الناقصه؟ هو تحويل البوصله الوطنيه او الوهم الذي تتم صناعته سياسيا عن ان القضيه الفلسطينيه حلت، ما حل جزئيا ما بعد العام 94 اتفاقيه اوسلو، هو مشكله الامن الاسرائيليه جزئيا، وهذا ما قاله محمود رش في مقابلاته الاولى على ما اذكر عندما عاد الى البلاد الى فلسطين بعد منفاه الطويل. اذا الاشكال ليس فقط في الخلل الذي حدث على المستوى السياسي او على مستوى خيارات المقاومه الفلسطينيه، وانما ايضا على مستوى القصيده التي لم تعد قصيدة فلسطينية ليس المقصود بمقولة القصيدة الفلسطينية حمل الرمزيات الكبرى وتكرارها إلى آخره ولكن اعتبار أن الاحتلال انتهى لم ينتهي الاحتلال ولم ينتهي إجرام دولة الاحتلال الصهيوني إسرائيل ولم تنتهي القضية التي من أجلها كتبنا حروف الوطن محمود درويش في ورد أقل على ما أعتقد يقول تعلمت كل كل الحروف وفككتها كلمة, بابا كلمة, كلمة واحدة, واحدة هي الوطن, اه الوطن اه هذا الوطن اه لم تكتمل حروفه بعد الضفة اه الغربية وقطاع غزة والأجزاء اه المتبقية خارج جدار الفصل العنصري اه اه الآن ليست هي الجغرافيا الفلسطينية البصة والزيب وتل السبع وكافة جغرافيا فلسطين هي فلسطين إذا اه النون غير موجودة في الوطن والألف غير موجودة في الوطن بالشتات الفلسطيني هذا الوطن لا زال مفكك الحروف حتى تكتمل حروف الوطن ينتهي دور القصيدة لا أقول السياسية ولا أقول الوطنية بل أقول الإنسانية التي تبحث التي تحمل في إنسانية الإنسان أه. نعم. حاجتنا للتركيز على الثقافة الوطنية هو ليس فقط بدافع ربما مخاطر الأسرة ولا والتهويد هنالك خطر آخر عام يعم يعني المنطقة, المنطقة والعالم الثالث وهو خطر العولمة الثقافية والتي تسعى إلى تسطيح وتفكيك البنية الثقافية للمجتمعات واستبدالها ببنية استهلاكية تروج لثقافة الغرب هل نحن يعني في يعني نحن كما قال عنا محمود درويش يتامى العولمة نحن الذين لم نصنع ولم ننتج أدوات العولمة نحن يتماهى هل مطلوب منا أن نبقى دائما في حالة دفاع عن النفس نحن الحضارة التي عولمت ثقافتها في وقت الأوقات وفي عصور ظلام أوروبا ولدينا يعني تاريخ طويل ممكن أن نتكئ عليه ألا نستطيع الآن أو ما الأدوات التي يمكن أو الاستراتيجيات التي يمكن أن ننتهجها حتى نكون طرفا فاعلا في الثقافة العالمية رغم كل محاولة حصرنا وتطويقنا بثقافة استهلاكية ما دور المثقف في أن يكرس لنا دورا فاعلا وموقع قدم في العولمه التي لا نستطيع ان نلغيها هي واقع يعني خرجت من السوق الى الى الثقافه بحكم الثوره التكنولوجيه و نعم اعتقد ان هناك ايضا خلط من باب الكليشيهات الاعلاميه ايضا للاسف في كثير من السياقات خلط بين العولمه والعالميه بمعنى بلوغ الثقافه الى مصاف العالميه سواء بنتاجاتها او ممارسات مثقفيه او سياساتها الثقافيه كما اسلفت سابقا والتي لا تحتاج الى قرار وطني لا تحتاج الى قرار قومي بدليل وجود ادوارد سعيد ومحمود درويش ما بدانا ولكن ولكن بجهود الحواد. فرديه وليس بجهود مؤسساتيه لا استطيع القول بانها بجهود فرديه في حاله محمود درويش محمود درويش موهبه, هو موهبة, حملت موهبة حملته صاحب الموهبة والحرفة والمهنة وكون نفسه بنفسه ثقافيا صحيح صحيح ولكن أيضا كان الـ الـ الشاعر العام إذا أخذنا مقولة الراحل محمود الراحل ياسر عرفات القائد العام والشاعر العام هو ابن هذه المؤسسة السياسية التي تحمل وحملت هذه القضية من أنبل وأكثر قضايا العدالة في العالم شهرة وإشكالية وربما قالها محمود درويش أستدرك ربما كان سبب الاهتمام بالفلسطينيين هو عداؤهم أو احتلالهم من قبل إسرائيل، فاهتمام العالم بإسرائيل وباليهود هو جعل العالم يهتم بالفلسطينيين. فنحن محظوظون، يقول محمود درويش، لأننا لأن إسرائيل عدوتنا، فقد أكسبتنا الشفرة، وقليلي الحظ لأنها أكسبتنا الهزيمة. وأكسبتنا هذا التأخر في حداثتنا وفي إقامة دولتنا وفي ربما هذه عوامل مساعدة أن تكون هنالك قضية إنسانية صحيح كبيرة ضخمة بحجم القضية لكن نعم في النهاية هو قدرته الإبداعية الجمالية نعم ولكن بالعودة إلى سؤال العولمة أنا باعتقادي أن ايجاد على مستوى المثقف ايجاد المشترك الانساني العالمي، ليس في اقناع العالم بانسانيتنا وانما اقناع العالم بوحشيه الغرب الذي انتج العولمه كمقوله استعماريه كمقوله سيطره، مثلا اعطي مثال جهود الراحل ادوارد سعيد في التركيز على لحظه 47، هذه اللحظه التي شهدت التقسيمات العالميه الكبرى سواء في الشرق الاوسط. في في القضية الفلسطينية أو في شبه أو في أفريقيا أو في جنوب شرق آسيا في كشمير وفي التاميل في نفس العام نفس المخططين الاستعماريين نفس دولة الاستعمار البريطاني هي التي أحدثت هذه الخلخلة والبلبلة في المجتمعات المستقرة نسبيا في حينه المجتمع الفلسطيني والمجتمع الكشميري والمجتمع التاميلي وابتلته بحركات استعمارية منسجمة أقليات محلية اليهود في فلسطين السنهال في التاميل والهندوس في كشمير المشروع الاستعماري ركب على هذه الأقليات ونفذ أجندته من خلال هذه الأقليات إبراز هذا المشترك الإنساني للقضية الفلسطينية كقضية ليست من مسؤولية الفلسطينيين وحسب، وليست من مسؤولية العرب فحسب، وليست من مسؤولية المسلمين أو مسيحي العالم فحسب، ولكن من مسؤولية من يعتقدون بأولوية الحرية على الظلم، إما أن يكفوا مع الاحتلال وإما مع الحرية. يقودني هذا دكتور إلى سؤال في بخصوص يعني في دوله داخل دوله اسرائيل تيار ما بعد الصهيونيه والمؤرخين الجدد مثلا لو اخذنا مثلا مثال شلومو سانت الذي الف كتاب اختراع الشعب اليهودي ويشكك في ان يكون هنالك عرق واحد وثقافه واحده وقوميه يعني و و و واحده لليهود ويشكك في هذا كله وبهذا هو يضرب المنظومه الثقافيه التي قامت عليها الصهيونيه حين يشهد شاهد من اهلهم وبقيمه اكاديميه مثل شلومو سانت الا يفتح لنا هذا الثغره كي ندخل منها اكثر كي يعني تشرع صوتنا اكثر دوليا كيف نستغل هذه الطفره طفره المؤرخين الجدد من امثال شلومو سانت الذين يشككون في في قامت عليه دوله اسرائيل ماذا نفعل نا. أنا لست خبيرا قانونيا ولكن لا أعتقد أن شهادة القاتل لا ثقافيا فقط ثقافياً مقدمة الإجابة لست كمثقفين كيف نستغل. كمثقف نتماهى لست... مع هذا الوضع نعم أنا لست خبيرا قانونيا شهادة القاتل أو اعتراف القاتل هذا أمر استكمالي م. اعتراف إسرائيل بخطيئتها الأولى كما يقول المثقفون الإسرائيليون مثل ألف بيت آه بي مثل آه بنيامين الذي آه يسمي النكبة ب حرب الاستقلال النكبة بالخطيئة الأولى مم. نحن لسنا أنا لست بحاجة مع الاحترام وشكر شلومو ساند وغيره من المؤرخين الجدد لست بحاجة إلى شهادة شلومو ساند إيه. على أنني لاجئ من بيت النقص الرملة مم. اللجوء والمأساة مكتوبة على جلد الفلسطيني ومكتوبة بدمه ولكن نقول شكرا لأن هذا هو أسهم في فضح المؤسسة الإسرائيلية التي كان جزءا منها بالمناسبة شلومو هو الجندي الذي وهو, وهو الجند الذي يحلم الجند آه الذي يحلم في بالزنابق البيضاء على المستوى الشخصي في قصيدة في قصيد محمود درويش هو نفسه شلومو ما قام به شلومو ساند وما قام به عدد ممتاز من المؤرخين و... الجدد آه صحيح هذا يصب في تدعيم صدقيه الروايه الفلسطينيه ولكن ليس ع... لنا ربما للغرب نحن نعرف صحيح. انفسنا صحيح ولكن كشفوا ايضا الارشيف الصهيوني الذي بالامكان الوصول اليه على اي حال ولكن ما هي المشكله في مقوله المؤرخين الجدد جزء من المؤرخين الجدد مثل بني موريس هو انتج معرفه مهنية. ولكن استنتاجه, آه. لكن استنتاجه أن حرب 48 لم تنتهي. وهي نفس مقولة شارون. بمعنى أنه حتى له مقولة شهيرة حتى تعمل عجة لازم تكسر بيض. مم. حتى تقوم دولة اسرائيل يجب ان نبيد الفلسطينيين لازم ان نهدم الحداثه الفلسطينيه هناك مشكله اخرى هذا التيار الاكثر عنصريه وصهيونيه فيما بعد الصهيونيه انا باعتقادي ايضا مثقف اسرائيلي عاموس قال ما بعد الصهيونيه وكل ما بعد الصهيونيات الاسم العائله هي صهيونية. صهيونيه ليس هناك تغيير كبير الخطير في المثقفين الاخلاقيين من امثال شنوبوسان ومن امثال يهودا شنهاف ومن امثال المثقفين اليهود العرب انهم يكشفون عنصرية دولة إسرائيل يكشفون المظلمة التاريخية الفلسطينية ثم يدعون إلى حل الدولتين أي دولتين هذه مم. دولة قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني وعلى أنقاض القرى والمدن الفلسطينية المدمرة وعلى إنقاذ الدم الفلسطيني والخيار الصحيح الاستنتاج الصحيح ليس أن إسرائيل ظلمت اليهود العرب المطلوب ليس إنصاف اليهود العرب في دولة إسرائيل المطلوب إنهاء نظام الفصل العنصري في دولة مع إسرائيل نعم. في دراسه لكم عن الهويه الثقافيه الفلسطينيه بعنوان التمثيل والتماثل، المثال والتمثيل والتماثل، ركزتم على ضروره عدم حصر خيارات المقاومه في مرحلتنا ما بعد اسلو بالمقاومه الشعبيه السلميه بل ان يكون للمقاطعه الثقافيه وعدم التطبيع الدور الفاعل في ذلك. حين ننظر الى الخارطه العامه يعني الخارطه الدوليه يدهشنا ان نرى ان هنالك اتجاهات في في اوروبا مثلا مثل الحكومة الإسبانية عام 2009 منعت جامعة أرئيل من المشاركة في مسابقة دولية كونها تقوم على مستوطنة إسرائيلية 2006 الجامعة البريطانية تعلن مقاطعة أكاديمية لإسرائيل وننظر إلى الخارطة العربية فيدهشنا أن نرى يعني الجنوح نحو التطبيع سرا أو جهرا كيف كمثقف فلسطيني كيف تتعاملون مع هذه الحالة التي تبدو لا طبيعية يعني نعم آه. في البدايه في في الدراسه من باب التنويه انا لم أقل بان التيار المركزي في المقاومه ربما الخيار السياسي للمؤسسه الرسميه الفلسطينيه في المقاومه الان هو المقاومه الشعبيه السلميه ولكن السلمية. لا تكفي وحدها لا من نعم ولكن آه. هذا ما لم تدعو اليه الدراسه ما 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 اقوله على المستوى الشخصي ما اؤمن به آه مقوله المقاومه الشامله التي نظر له لها من سجنه من زنزانته القائد مروان البرغوثي المقاومه الشامله تشمل كل الخيارات المتاحه والممكنه للشعب الفلسطيني ان ترقى من من مرتبه الحق الى مرتبه الواجب تشمل الكفاح المسلح وتشمل المقاومه العنفيه وتشمل المقاومه اللاعنفيه وتشمل المقاومه الثقافيه فشموليه المقاومه والمقاومه الشامله هذه هي مقوله المقوله التي ادعو اليها والتي أتبناها كمثقف فلسطيني والتي ذروه سنامها بطبيعه الحال المقاومه المواجهه المباشره مع الاحتلال وادواته لان الاحتلال لم يغير ادوات مقاومته للشعب يعني الفلسطيني يعني كل الادوات مشروعه صحيح ولسنا مضطرين لتغيير هذه الادوات وان اقرت المؤسسه السياسيه شكلا معينا من اشكال مم. المؤسسه الرسميه السياسيه للشعب الفلسطيني منظمه التحرير والسلطه الفلسطينيه ولكن على صعيد المقاطعه المقاطعه الاكاديميه والثقافيه هي قامت على أساس الخطاب الدولي بمعنى القانون الدولي هناك مظلمة فلسطينية واضحة في القانون الدولي تقوم على ثلاث مقولات أساسية وهذه بالمناسبة وهذا القانون الدولي لا ينطبق على الكثير من من الجهات العربية أو من أو دعنا دعنا من منطلق القانون الضميري صحيح ولكن هنالك مثقفين على مستوى عربي صحيح ولكن كخيار جاهروا ب ب بحقهم في التطبيع وب وبشرعية التطبيع صحيح الثقافي مع الآن في هناك هناك أمران الأمر الأول فيما يتعلق بالمقاطعة ومقاومة التطبيع هناك ثلاث مظالم أساسية للشعب الفلسطيني في ال 48 القوانين العنصرية ونظام الأبرتايد الإسرائيلي القائم حاليا والمطالبة بتغييره إنهاء الاحتلال في مناطق فلسطين المحتلة في العام 67 في الضفة الغربية وغزة والقدس ومنح الفلسطينيين حق ممارسة حق العودة في الشتات هذه الحقوق المقررة دوليا هي هي الدافع المركزي وهي المبرر المركزي لقيام حركة التضامن حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها هذا من يخالف المعايير التي تتعارض مع رفض هذه القوانين والوقوف الى جانبها، هذه الدعوه، هذا النداء، نداء المقاطعه، يعتبر كسرا لمعايير المقاطعه الاكاديميه، فيما يتعلق بالسياق العربي ينطبق مفهوم التطبيع، هناك خلط بين المقاومه والتطبيع، الامريكي لا يطبع مع اسرائيل، الامريكي يخرق معايير المقاطعه، اما فيما يتعلق في العربي بالانسان العربي والانسان الفلسطيني، التطبيع هو كل باعتقادي يجب ان يحارب وان يحارب رسميا من المؤسسه السياسيه الفلسطينيه اولا بمعنى جعل اسرائيل كيانا طبيعيا وعندما اقول اسرائيل لا استثني احدا لا ها. استثني المثقف ولا استثني المغني ولا استثني الجند. لدي سؤال اخير بقيت لنا دقيقه واحده م. دور المثقف في انهاء الانقسام؟ هذه الحاله التي اخذت فقط طابعها السياسي، اين م. دور المثقف؟ ما دوركم؟ ماذا تفعلون؟ المثقف يشتغل على آه الانقسام ليس فقط الانقسام بين الضفه الغربيه وغزه الانقسام هو انقسام المقوله الفلسطينيه أقصى الجليل الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية في الأردن وفي لبنان وفي سوريا، هذا أيضا انقسام. أي فعل توحيد؟ سياسي هو, في هو نتاج تراكم ثقافي أو فكرة معينة أو أيديولوجيا معينة. على المثقف. دور المثقف على المثقف الفلسطيني لماذا ليس حاضرا؟ لا المثقف حاضر حاضرا في 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 حل الصراع، في حل النزاع،, في حل النزاع أين تدخلاته؟ أين المثقف, فعله أين المثقف لا يعطي المثقف المثقف لا يعطى المنبر الذي يعبر فيه عن رغبته في أن يرى وحدة الثقافة الفلسطينية ووحدة الجغرافيا الفلسطينية. أه شكراً ده من الوقت لا يمل الدكتور. شرفتم هذا البرنامج. ونتمنى أن نراك في لقاءات آخرة. أكيد صحيح. أن ما لديك لا تكفي 26 دقيقة وقت البرنامج. شرفتنا. شكراً لك. مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية الحلقة. حتى نلقاكم في موعد آخر مع الذاكرة حياة. لكم منا أجمل تحية ودمتم بخير.